نقول لك مين التليفون يا علشان كابتن؟ انت اكيد مش هتعرفه، مش لا زي اكيد، سيد معوض لا يعني طب المرة دي. نجرب ولا اكيد اكيد نجرب؟ هعرفه طب يعني. والله، طب ماشي، طب قول الو. الو، يا كابتن وائل، مساء الفل. على السلامة. لا مش هنقول لك، لا مش بتشاورلناش، هتعرف. السلامة يا كابتن وائل. لو هيعرفه لا طبعا، طبعا ازاي؟ ده ساكن قدامنا ها بعينها، ده ساكن شفت؟ قدامنا، عارف صوته، انا خالد بيبو اه طبعا. شفت يا عيني ايوه عليك طبعا، يا خالد سلام. بيبو عشرة عمر كبيرة، و اول سنتين ثلاثه ليا في النادي الاهلي انا كنت قاعد انا وخالد في اوضه واحده. اوضه واحده. اه طبعا طبعا، لغايه كابتن ما الحضري بالاكراه خلص استولى عليا بالاكراه. اه كابتن خالد، مساء الخير. المشاهده كلنا من النادي. مساء الخير عليك يا خالد. ازيك يا كابتن هاني؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ منورين، وانا سعيد جدا ان انا موجود معاكم. بتسلم على سام طبعا، وبتسلم على كابتن وائل. بقول له الحمد لله على السلامه، حبيبي وبرضه جه ما كلمنيش برضه، مع ان يعني برضه. يعني بص، والله والله يا بيبو، انا جيت اسبوع بحاول استخبى على قد ما اقدر، الزياره بتاعت الاهلي هي اللي فضحتني شويه. انا لو اتكلمت اول حاجات ما ينفعش اقولها، انا زي موضوع عمرو زكي مع سيد معتز، خليني ساكت. ده احنا عرفنا الحكايه، احنا عرفنا الحكايه يا كابتن، بس احنا مش هنقولها برضه. لا طبعا، انت احكي لنا على الفتره اللي قعدتوا فيها في اوضه واحده، يعني قعدوا قد ايه وائل؟ قعدنا بتاع سنتين تقريبا. اه يعني سنتين. ده اول ما جيت من المحله، اول ما انتقلت من المحله للاهلي. اه طيب، واحكي لنا كابتن خالد، شفت كابتن وائل جمعه وهو جاي من المحله، وعلاقتك بيه وكواليس السنتين اللي قعدتهم مع بعض؟ والله طبعا يعني في البدايه يعني برحب بوائل، اقول الحمد لله على السلامه طبعا، نورت مصر، وحشني على المستوى الشخصي طبعا. انا يعني متواصل مع وائل بشكل دائم، يعني كنت طمن عليه طول الوقت، وسعيد بيه طبعا. اي نجاح لوائل في اي مكان هو نجاح للجيل بتاعنا كله، واحنا كلنا بنمثل بعض وكلنا بنكبر بعض، فوجوده في اي مكان هو بيمثلنا كلنا، زي ما احنا كلنا بنحاول ان احنا كجيل نبقى موجودين بشكل كويس فتره يعني القادمه، زي ما كنا موجودين في الملعب بنحاول ان احنا بره الملعب يعني نفضل مكملين بالشكل المناسب. وائل طبعا قصص طويله يعني. وائل انا شاهد على عقد جوازه، ورحت معاه المحل يعني، انا قصص طويله مع وائل، وانا رحت معاه المحله، وكان يوم تاريخي هناك والله، يعني اليوم ده ما يتنسيش من حياتي انا شخصيا. شاهد على عقد زواجي فعلا خالد. بس ما تجيبش يعني سيره هولندا يا خالد. اه برضو ما تجيبش سيره هولندا. بتقولوا كلمات مشفره، واحنا بقى عندنا فضول نعرفها. دي حاجات ما ينفعش تتقال. طب بتقولوها ليه؟ بص الصراحه يعني انت يعني كره القدم انت بتعيش تفاصيل يوميه كثيره جدا، واحداث كثيره ومواقف، واحنا بتبقى اسرارنا مع بعض بشكل كبير جدا، عشان كده دايما زماله الفرق مع كمان لما تتقلب لصداقه شخصية وصداقة عائلية، دي تبقى حاجة محترمة، فبنفضل نحافظ على بعض طول العمر يعني. وائل من اللعيبة اللي من أول لما جه النادي الأهلي كان باين عليه إن هو هيبقى مؤثر في النادي، شخصيته، جديته، التزامه، بس هو مشكلته الوحيدة بس إن هو ما بيسيبش الريموت خالص، يعني أنا حاولت آخد منه الريموت. ما بيسيبش الريموت. الريموت، أه ريموت التلفزيون، أه ريموت التلفزيون، حاولت آخد منه ريموت التلفزيون سنتين. ان انا متحكم شويه، متحكم. اه يعني انا متحكم إلا انا في الاوضه لازم اسيطر. مش ممكن فظيع، لو شاف الريموت في الاوضه ما يسيبه يعني. فطبعا يعني كان باين على شخصيته الجديه، الالتزام، النظام في التمرين، المساعده لزمايله، الكلام، انت عارف طبعا احنا بتبدا التوجيهات من حراسه المرمى، بعد الخط الخلفي، بعد كده بتبتدي التوجيهات اللي بتساعدك جوه الملعب يعني، واحنا كلنا كنا بنساعد بعض كمجموعه لعيب. فكمان البدايه وائل كان باين عليه ان هو جاي في النادي وعايش، مش جاي، انت عارف بيبقى في فترات كده في ناس بتيجي وما بتاثرش في النادي، سواء لعبت ماتش، لعبت سنه، لعبت 10 سنين، في لعيبه بتلعب وبتمشي، في لعيبه بتاثر من اقل فتره، وفي لعيبه بتبان من بدايه شغلها. فواضح وائل كان باين جدا ان هو واحد جاي عشان يبني تاريخ جوه النادي الاهلي. ده حقيقي، وكابتن عمل تاريخ كبير جدا.
ومش هسألك تاني على كواليس خلاص عشان أنا عرفت الكواليس بين الهوا، لكن زي ما أنت بتقول يا كابتن خالد إن بان على شخصية الكابتن وائل من أول ما جه إنه هيأثر على النادي الأهلي فنيا، وإحنا كسبنا شخصية أعتقد عمل إنجازات تاريخية بشكل كبير جدا. طمنا بقى كمان إن شاء الله إمتى يجي لنا وائل جمعة جديد من قطاع الناشئين؟ أنت مسؤول دلوقتي في قطاع الناشئين، أنا عارف المواهب دي صعب تتكرر تاني، لكن كلنا أمل إن شاء الله الفترات اللي جاية كمان نشوف مواهب زي المواهب اللي طلعت مع موسيماني واشتركت في الفترات الأخيرة. قول لنا آخر أخبار قطاع الناشئين عندنا إيه يا كابتن خالد؟ والله طبعا كابتن هاني زي ما حضرتك بتقول ان هو يعني هي في كده طفرات، صحيح لعيبه مش هيجي زي كابتن هاني رمزي تاني، مش هيجي زي كابتن وائل جمعه تاني، يعني كل واحد بيبقى ليه عنده موهبته الخاصه، مفيش حد شبه حد. صحيح. لما كله بيجتهد ان هو يبقى كويس بامكانياته اللي ربنا اداها له، ويحاول ان هو يساعد نفسه ويسمع الكلام وياخد يعني ياخد التدريبات بشكل جدي عشان يحط لنفسه شكل يقدر يشتغل بيه في حياته. طبعا لا احنا الحمد لله يعني في قطاع الناشئين عندنا مجموعه من اللعيبه مميزين جدا، وان شاء الله يعني بمنتهى الامانه كده في الفتره الاخيره ابتدى في لعيبه تطلع من قطاع الناشئين بشكل كبير جدا مع الفريق الاول. في لعيبه السنه دي ابتدينا نغير شويه السيستم، ان احنا السنه دي بقينا نخرج الاولاد من بدري شويه، يعني احنا السنه دي في اولاد 2001 ابتدوا يخرجوا للاعراض بالظبط، فاحنا ابتدينا التفكير يبقى مختلف شويه بان احنا كل الاولاد اللي احنا شايفين ان هم عندهم فرص ان هم يشاركوا في فرق دوري ممتاز ويحتكوا احتكاك مختلف احنا بنطلعهم، يعني احنا هنبقى من بدري بنحاول نخرج الاولاد ان هم ياخدوا فرصه ويلعبوا ويحتكوا بشكل مختلف. عندنا مواهب، كميه مواهب كثيره في 2001 وفي 99 وفي 2003، مجموعه من اللاعبين مميزين. وكمان حتى عندنا في الفراعنة 2006 كانت السنه دي شغاله بشكل كويس، يعني عندنا مجموعه كويسه ان شاء الله، يعني ان شاء الله مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله يكون ان شاء الله ان شاء الله. موافق يا كابتن خالد وموافقين جدا يا كابتن خالد ان شاء الله، واكلمك بعد ما اخلص البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن حبيبي عشان تصالحه. شكرا كابتن خالد. طبعا طبعا كان من المهاجمين اللي بتعمل له حساب تخاف منه. طبعا طبعا خالد من افضل واحسن المهاجمين اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي معانا في البدايه، وواحد من الناس اللي كان ليهم فضل كبير في فوزنا بدوري ابطال افريقيا البطوله الاولى بالنسبه لي بطوله 2001، وطبعا المباراه التاريخيه اللي كانت في الموسم ده قدام نادي الزمالك 6-1. خالد كان ليه فضل كبير فيها بالاداء بتاعه واهدافه وسرعته والامكانيات اللي عنده. كنت اتمنى ان خالد يكمل المسيره اكتر، انما طبعا حصلت ظروف ما ساعدتش انه يستمر، انما واحد من احب شخصيات ليا وسعيد جدا بزمالته ومعرفتي بيه. يعني بتوصف تجربة